استقبل صباح اليوم رئيس الوزراء بايمي باتاكي البير مدير الممارسة الاقتصاد الكلي والإدارة المالية في منطقة غرب إفريقيا في البنك الدولي لراس كريستيان مولار. تعزيز التعاون بين مجموعة البنك الدولي والحكومة التشادية كان في صلب هذه المقابلة. تقرير لدى زميل خالد موسى الحاج. تعزيز التعاون بين مجموعة البنك الدولي والحكومة التشادية في عدد من القطاعات خاصة القطاع الاقتصادي والتنموي كان على قائمة المباحثات التي أجراها مدير الممارسة للاقتصاد الكلي والإدارة المالية في منطقة غرب أفريقيا للبنك الدولي لارس كريستيان مولر. وخلال هذه المقابلة تناول الطرفان سبل تطوير علاقات التعاون من أجل دعم البلاد في إطار تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تنفيذ الإصلاحات المؤسسية التي تشمل العديد من القطاعات الهامة وذات الأولوية. رئيس الوزراء باهيمي باداكا البير أشاد بالدور الذي تلعبه مجموعة البنك الدولي لمرافقة البلاد من أجل تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. مدير الممارسة للاقتصاد الكلي والإدارة المالية في منطقة غرب أفريقيا للبنك الدولي لارس كريستيان مولر قال إن المباحثات بينهما تناولت كيفية التعاون بهدف تنفيذ سياسات اقتصادية ناجحة وتحقيق التنمية في قطاعات بعينها مثل قطاع تكنولوجيا الاتصالات بغرض توفير الجودة والنوعية وتخفيض الأسعار، كما تطرق إلى تحسين الإنتاج في القطاع الزراعي. وأضاف أنهما تحدثا عن أهمية إصلاح القطاع الخاص لتحسين الإدارة المالية وحل أزمة الديون، إلى جانب التعاون الفني بين الطرفين من أجل تنفيذ الاستراتيجيات التي تسهم في نجاح السياسات المالية والاقتصادية للدولة. هذا وقد شارك في هذا اللقاء وزير المالية والاقتصاد وبعض مساعدي رئيس الوزراء. نبقى برئاسة الوزراء، حيث ترأس رئيس الحكومة صباح اليوم الاجتماع الشهري حول التعليم. الاجتماع تناول تقييم حصيلة العام الدراسي الماضي والتحضير للعام الدراسي الجديد 2017-2018. للمرة الثانية زميل خالد موسى الحاج. تواصل الحكومة سعيها في متابعة وتقييم العملية التربوية والتعليمية عبر الاجتماع الشهري حول التعليم. اجتماع هذا الشهر عقد تحت رئاسة رئيس الوزراء باهيمي باداكا البير، وتناول بالتقييم حصيلة ما تم تحقيقه وإنجازه في العام الدراسي الماضي 2016-2017 والتحضير والتخطيط للعام الدراسي الجديد 2017-2018 على مستوى المدارس والجامعات والمعاهد. رئيس الوزراء باهيمي باداكا البير وعقب المداخلات المختلفة أشاد بدور الفاعلين في قطاع التعليم من المسؤولين والشركاء الاجتماعيين والفنيين، كما عبر عن رضاه بالنتائج التي تحققت بشكل عام، إلا أنه لفت انتباه كافة الأطراف لضرورة مضاعفة الجهود من أجل إعادة تفعيل النظام التعليمي في البلاد. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي محمد أصيل قال إن نتائج العام الدراسي الماضي 2016-2017 أفضل مقارنة بالعام الذي قبله. سوينا البيلان السنة اللي كملت دي، والنتائج الامتحانات اللي لقيناها وكلمنا في السنة الجديدة تبدأ في الأيام ده، عشان كده كلمنا بصعوبات النواشوها واجهنها اليوم، والبريمير مينيستر ادانا توجيهات وكلم لنا بالهوار ومع البارتنير هنينا دول، يكون السنة الجديدة تكون سنة جيدة وسنة النجاح إن شاء الله. بدوره وزير التعليم العالي والبحث والابتكار مكاي حسن تايسو تحدث عن ضرورة العمل والتعاون من أجل انطلاق هادئة للدخول الجامعي الجديد 2017-2018. بعد من الجامعات كملوا وايدين ذهاب، ادينا الوقت في شهر اكتوبر ده، في شهر 16 شهر اكتوبر نبدا السنة الجديدة دراسة سنة 2017-2018، ونتمنى لوكيشن التفاعل تكون كويسة ومشاكل تكون ما في إن شاء الله. هذا ونشير إلى أن رئيس الوزراء باهيمي باداكا البير حث جميع الأطراف على إدراك حقيقة وجود صعوبات وتحديات تتطلب من الجميع الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق من أجل التغلب عليها
وتطوير العملية التعليمية. بحضور 5 من أعضاء الحكومة عقد يوم أمس اجتماع ضم الحكومة ومسؤولي التجمعات النقابية وأعضاء اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. تمخض من هذا الاجتماع توقيع تعهدات بين الحكومة والتجمع النقابي. تقرير محمد عثمان بشير. إن هذا الاجتماع الذي جمع بين الحكومة وممثلي مختلف التجمعات النقابية جاء بعد تجميد نشاط التجمعات النقابية في اللجنة الثلاثية الفنية للحوار المكلفة من قبل الحكومة. وقد أعيد في هذا الاجتماع نشاط التجمعات النقابية في اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة المكلفة بالحوار من أجل إيجاد حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في الثلث الأخير من العام المنصرم. ذلك ما أكده وزير الوظيفة العامة والعمل المكلف بالحوار الاجتماعي آدم الضيف. هذا وقد خرج المجتمعون من هذا الاجتماع بنتائج مهمة، حيث تعهدت الحكومة في هذا الاجتماع كتابيا على رفع تجميد العلاوات المخصصة للترقيات عند مناقشة ميزانية العام القادم 2018، وكذا دفع مختلف علاوات الموظفين بما في ذلك استشارة الشركاء الاجتماعيين في كل قضاياهم قبل اتخاذ أي خطوات أخرى بشأنهم. ذلك ما جعل التجمعات النقابية أن تتعهد باستئناف مهامها مع اللجنة الثلاثية الفنية المكلفة بالحوار الاجتماعي. وكذا تعهدت التجمعات النقابية على إيجاد أرضية مشتركة نحو سلام دائم، وأيضا دراسة كل المتطلبات التي تخص الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ممثل التجمعات النقابية بركة ميشيل كان قد أبدى في هذا الاجتماع عن امتنانه من هذه الخطوة التي وصفها بالجدة. تلك النتائج التي خرج بها المشاركون جعلت رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار عباس تشي يؤكد على أن المشكلة الاقتصادية قد آنى منها كثيرون وقد قربت على النهاية بفضل هذه اللجنة المكلفة بالحوار، وأن اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار التي يترأسها قد لعبت دورا وستلعب دورا محوريا لحل حالة كل المشكلات الاجتماعية عبر طاولة الحوار.